السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد. هاي الحلقة 26 من سلسلة العاب اندرويد الجزء الثاني. هو سلعب حلوة ومسلية، فننتقل للعاب ونشوف ان شاء الله تستفادون منها. فخلنا ننتقل. هاي الخمس العاب حلقة اليوم مثل ما شايفين. عندك اول لعبة مثل الواحد تقفز من الطائرة، لعبة صراحة حلوة وبسيطة. ندخل عليها ونشوفها. نختار الليفل او المرحلة. تحرك الموبايل وتصعد وتنزل، تروح لذاك المكان وبعدين تكمل عندك الفيديو وتوقف اللعبة. تكون اللعبة اللي بعدها اللعبة بولينج 3D. هذا اللون تخطى، نختار الكرة اللي تريدها، بعدين بلاي ناو. كم واحد تريد تلعب وياه؟ تريد بس انت او تلعب ويا شخصين، او يعني انت وشخص، وتكمل اللعبة نفس الشيء. عندك نقاط وشغلات. هنا لعبة ثانية زومبي، بس على شكل سيارة، يعني تقتلهم بالسيارة عندك هاي الرشاش. بعدين تريد اي مود، تريدها صعب او سهل. مرحلة واصلنها، كل مرحلة انا واصلت مرحلة ثانية. هنا شلون تريد الجهاز يمشي؟ خليه هنا فوق احسن، انا بتقدر تتحكم. مثل ما شايفين تكمل اللعبة نفس الشيء. شوفوا اللعبة اللي بعدها لعبة مصارعة، اللعبة صراحة حلوة، حتى شلون تبدي صراحة اللعبة كلش حلوة. ننتظر لحد ما تفتح اللعبة، ننتظر شوية. هنا بلاي، تتدرب او تلعب رأسا كيف تنتظر. مثل ما شايفين تنتظر شوية. هنا عندك شلون يتحرك، هنا عندك يعني طريقة الملاكمة. نكمل اللعبة نفس الشيء. شوف اللعبة اللي بعدها لعبة قطار، تخلع على اللعبة ونشوف. هذا الآن هقدر تغطى من الأكس، بعدين تنتظر شوي بلاي، بعدين تختار المكان اللي تلعب فيه، بعدين سلكت وتنتظر. هنا عندك شلون تتحكم، هنا عندك الكاميرا شلون تكون، هنا عندك شلون تشغل. هنا راسنا يتوقف بريك. وتكمل اللعبة. ها خمس العاب الحلقة اليوم في نهاية الحلقة. لا تقييم الفيديو وسوي شير على كل ناس شوف الفيديوهات واشترك بالقناة اذا انت مشترك. في نهاية الحلقة كان معكم سالم، في امان الله.